بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الفصحى والعامية. في هذه الحلقات سوف نتحدث عن العملات المتداولة في البلاد العربية. العملات المتداولة في البلاد العربية كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكنها كلها على الإطلاق مستنسخة عن عملات المستعمر الذي كان يستعمر هذه الدول. سوف أقسم الموضوع إلى قسمين، إلى حلقتين. الحلقة الأولى أتناول فيها عملات الدول الموجودة في قارة أفريقيا، والحلقة الثانية أتناول فيها عملات الدول الموجودة في قارة آسيا. نبدأ بقارة أفريقيا ونبدأ من بلادنا الجزائر. في الجزائر اسم العملة الدينار الجزائري، تم إصدارها مع الاستقلال سنة 1962، وقد تم استنساخ الفرنك الفرنسي الجديد الذي كان سائدا ومتداولا في فرنسا في ذلك الوقت قبل أن تتبنى فرنسا اليورو. يقسم الدينار الجزائري إلى 100 سنتيم، وكلمة سنتيم هي كلمة فرنسية وتعني 1 على 100، أي أن الدينار الجزائري يقسم إلى 100 جزء، كل جزء منها يسمى سنتيم. المغرب تسمي عملتها الدرهم، والدرهم أيضا يقسم إلى 100 سنتيم. الدرهم المغربي مثل الدينار الجزائري، كان يساوي الفرنك الفرنسي الجديد، وهو مقسم إلى 100 سنتيم، وقد تم إصداره سنة 1959. تونس اتخذت مسارا مختلفا، فقد أصدرت الدينار التونسي الذي كان يساوي 10 فرنكات فرنسية جديدة، كان يتقارب مع الجنيه الاسترليني ومع الجنيه الليبي. الدينار التونسي صدر سنة 1958. سنة 1958 أيضا صدر الجنيه الليبي، ولكن سنة 1971 تم إبدال اسم العملة الليبية من جنيه إلى دينار. الجنيه الليبي كان يقسم إلى 100 مليم، أما الدينار الليبي فيقسم إلى 100 فلس. وسواء كان جنيها أم دينارا فإنه نسخة عن الجنيه الاسترليني. في دول شمال إفريقيا بقيت موريتانيا. موريتانيا تطلق على عملتها اسما لا يستعمل إلا بها، لا يوجد دولة عربية تطلق على عملتها نفس الاسم. موريتانيا تطلق على عملتها اسم الأوقية. الأوقية كانت تساوي الفرنك الفرنسي الذي كان سائدا في غرب إفريقيا، وقد تم إصدارها سنة 1973. مصر أصدرت أقدم عملة عربية. العملة المصرية تعود إلى سنة 1836، وقد تم التداول بها ليس في مصر فقط، ولكن في مصر والسودان وفلسطين وبعض أجزاء سوريا وبعض مناطق الجزيرة العربية. وقد أطلق سكان هذه المناطق على هذه العملة اسم المصاري، لأنها منسوبة إلى مصر. المهم أن هذه العملة المصرية كان اسمها الجنيه، على غرار الجنيه الإنجليزي، وما زال هذا الجنيه يتعامل به في مصر. الجنيه المصري مقسوم إلى 100 قرش، والقرش مقسوم إلى 10 ملاليم. السودان أيضا تعامل بالجنيه المصري إلى أن تم الانفصال بين مصر والسودان سنة 1953، فأصدر الجنيه السوداني على غرار الجنيه المصري وعلى غرار الجنيه الإنجليزي طبعا. الصومال أصدر عملته سنة 1962، وأطلق عليها اسم الشلن، والشلن يقسم إلى 100 سنت. هناك أيضا جيبوتي التي أصدرت عملتها سنة 1977، وأطلقت عليها اسم الفرنك الجيبوتي، وهو موازي للفرنك الفرنسي الجديد. جزر القمر. جزر القمر آخر دولة عربية انضمت إلى الجامعة العربية، وقد أصدرت عملتها سنة 1986،
وأطلق عليه وأطلقت عليها اسم الفرنك القمري. ومن اسمها من المعروف أنها كانت تساوي الفرنك الفرنسي الجديد. الفرنك الفرنسي الجديد غير متعامل به في فرنسا في الوقت الحاضر، حتى تم استبداله باليورو. في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن العملات العربية في قارة آسيا. إلى اللقاء.